في معرض تعليقه على التقرير الذي قدمه مؤرخ فرنسي حول مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يشدد على عدم تخلي الجزائريين عن ذاكرتهم. تبون قال في لقاء مع صحفيين جزائريين بأن لن تكون هناك علاقات حسنة على حساب التاريخ أو على حساب الذاكرة، لكن الأمور تحل بذكاء وهدوء وليس بالشعارات، مضيفا بأن الجزائريين لن يتخلوا عن ذاكرتهم ولن يتم استخدامها في المتاجرة السياسية.